يا مصطفى. اهلين وسهلين حسين بيه. يعطيك العافية. الله يعافي قلبك يا سيدي. شو أخبارك؟ شنو الشغل معاه؟ الحمد لله ماشي الحال كتير كتير. ويا ترى سألت لي عن الجاردينيا إذا بتعيش بجنينتنا ولا ما بتعيش؟ يا سيدي سألت لكم هي بدها حرارة عالية وعندنا بجنينة هون ما بتعيش. أيوة. أصبح الله يرضى عليك جيب لنا كم تنكة فل، فل أبيض، الوالدة الله يطول عمرها بتحب الفل كتير. على عيني وراسي يا سيدي. وإذا ما بصير سألي جيب لي كم عرق زنبق من هذه اللي له ريحة بلدي، ما بدي إياها للمنظر بس. أمرك سيدي. خذ لك. هي لك وهي لأبو رامز. الله يطول بعمرك يا سيدي، تفضل كون سابق يا سيدي. تسلم تسلم. تعال أقول لك شو تساوي بجنينة، تعال. شرف سيدي شرف. يقبر قلبي على هالطبع اللي عنده، ما بيهنا له عيش إذا ما ساير الشغيلة كل يوم، وحكى معهم وسايرهم وسأل عن أحوالهم. مزبوط مرت عمي، بس بيني وبينك عم يدللهم كتير، بخاف بعدين ينجلقوا. اي لا ما بينجلقوا ولا شي، كلياتهم اوادي وبيحلفوا بحياته قسم، بيحبوه من جوات قلبهم. ما اختلفنا، بس عم يفطر معهم كل يوم جمعة. ولأ مو بس هيك، هداك اليوم فات على غرفة الناطور وعمل تتبيلة الفول بإيده وقعد على الأرض مع الجناينية والطباخين وصار ياكل فول والزيت يشرب من كواعه. يسلم لقلبي على هالطبع الهني اللي إله، طالع لأبوه الله يرحمه، هداك هيك كان مثله فرد شكل. صحيح التواضع حلو، ما حدا بيقول العكس، بس مو لهالدرجة. بعدين لا تنسي انه حسيب قاد الأمور الخطيرة ومركزه تقيل. دخيلك انت ومركزه، شو يعني؟ رح ينهز مركزه إذا جبر بخاطر هالفقرة. يعطيكم العافية. الله يعافيك. مرحبا أمي. أهلين تقبرنا، الله يرضى عليك. شلونك لميس؟ الحمد لله ماشي الحال، تأخرت شوي ما هيك؟ صحيح، بس تأخري اليوم له سبب مهم جدا. شو بده يكون يعني؟ أكيد شي محامي من هالمحامين كانت مرافعته طويلة شوي. لا والله يا لميس، ما حسرتي هالمرة منوب. هو يعني أنا شايفتك مبسوط شوي ومشقرق، بقى شو القصة؟ يا ستي بالمختصر المفيد، اليوم عفوني من منصبي. شو؟ شو عم تقول أنت؟ سرحوك من شغلك؟ يعني رح تترك الوظيفة لك أمي؟ إيه والله يا أمي هذا اللي صار، وقبل ما يخلص الدوام بشوي تبلغت. اضرب عليك يا حسيب، بس شو السبب لك أمي؟ يعني هيك من باب للطاقة سرحوك؟ يعني لاعطين عليك شي شغلة لا سمح الله؟ لا ما لهم لاعطين شي، بس القيادة هيك ارتقيت. والله يا حسيب هي مو خبرية بنوم، عن جد انقهرت. وشو بدك تعمل لك أمي؟ بدك تضلك قاعد بالبيت؟ لا طبعا بدي روح على الشغل. أنو شغل هاد؟ ما قلت سرحوك؟ صحيح سرحوني من منصب قاضي الأمور الخطيرة، بس بالمقابل رفعوني وعينوني بمنصب قاضي التحقيقات الأول. عن جد عم تحكي؟ اي والله، وبكرة رح داوم بمكتبي الجديد. ايه هيك، ألف مبروك يا أمي، ألف مبروك يا عيوني. والله لو بعرف زلغت لك انزلغطت. الله يخلي لنا ياكي، كله برضاك يا أمي. دبر قلبي. بس بتعرف أني عتبان عليك يا حسيب؟ لا، ليش بقى؟ ما عاش العتب. يعني ليش ما قلت لي أنه بدك تترفع؟ ضروري تترك لي إياها مفاجأة؟ صدقيني يا لميس، أنا نفسي ما كنت عرفان. معقول؟ مثل ما عم قلك. يعني ما أخذ رأيك قبل ما يرفعوك؟ هلأ إذا واحد بدهم يعزوه ويعلوا مراتبه، ضروري ياخذوا رأيه؟ وعلى فرض أخذوا رأيه رح يرفض يعني؟ طب شو مهمة قاضي التحقيقات الأول؟ يعني شو طبيعة القضايا اللي بحقق فيها؟ هو مهمة قاضي التحقيقات الأول التحقيق مع المسؤولين الكبار ومحاسبة المرتكبين والمقصرين يلي بتحولهم القيادة لعندي. دخلك؟ طيب شو صلاحياتك بالنسبة للأحكام؟ صلاحياتي بحددها القانون. والله بعرف، بس قصدي يعني فيك تحكم مؤبد إذا اقتضى الحال؟ لا مو أنا اللي بحكم، أنا بقترح الحكم بالإعدام أو المؤبد إذا دعت الضرورة. لا يا أمي لا، ورضاي عليك لا تقترح أي حكم بالإعدام لأي شخص كان، وخليك رحيم بعباد الله سبحانه وتعالى، وحاول إنك تقترح العقوبة الأخف لك أمي، لأنه مثل ما بيقولوا مثل ما العدل مطلوب الرحمة كمان مطلوبة. أنا ولك ابني ست مريضة وما بتعرف إمتى ربنا سبحانه وتعالى بياخد أمانته، فأخليني مسرورة منك سواء بحياتي أو بمماتي. الله يطول عمرك يا أمي، بس مو أنا حسيب.
اسمع مني ولا تزعلني، الله يحن عليك. وإذا بدك ياني ضل رضياني عليك دنيا وآخرة، لا تخلي ضرر الناس يتحقق عن طريقك، وخاصة الإعدام، لأنه هالروح لك أمي اللي الله وهبنا ياها، هو وحده اللي بيسلبنا ياها وبيحرمنا منها. بس يا أمي. خلاص حسيب، الله يرضى عليك، ما عاد بدي نقاشات بهالموضوع. يلا لك أمي، قوموا على الغداء أحسن ما يبرد. يلا. صباح الخير جمانة. صباح الخير استاذ. كيفك اليوم؟ الحمد لله استاذ ماشي الحال. بعتي الفاكس على مجلس الوزراء اللي قلت لك عليه؟ نعم استاذ. شبك اليوم وشك اصفر ومرتبكي، مريضه شيء؟ لا لا ابدا استاذ ما بني شيء. اصبح الحقيني على المكتب واعملي لي قهوه وهاتي لي معك البريد لحتى اوقع. عفوا استاذ. نعم استاذ، في عندك زوار جوا بالمكتب. زوار؟ بس انا ما عندي مواعيد صباحيه. صحيح، بس هدول فاتوا غصب عني وما قدرت امنعهم. طيب ماشي الحال، يعطيك العافية. صباح الخير. صباح الخيرات. شو ما تعرفنا على الشباب؟ استاذ طاهر، مطلوب القبض عليك واحضارك للتحقيق. شو السبب؟ ممكن اعرف شو السبب؟ نحن ما علينا للتنفيذ، تفضل معنا لو سمحت. طيب خبر الاهل بس. عفوا غير مسموح بهالشيء، خذوا شباب. شو مالك؟ خير استاذ في شيء؟ بس بس خذوا يلا. الو اهلين حسيب، طمني شو اخبار مرت عمي؟ ان شاء الله طلعت من العنايه المشدده. شو هالحكي؟ يا لطيف توفيت؟ لا حول ولا قوة الا بالله. طول بالك حبيبي، طول طول بالك. يلا انا هلا بجي فورا، مع السلامة. لا حول ولا قوة الا بالله. الاسم الكامل؟ طاهر الشريف زند الحقصي. اسم الام؟ زهيرة الزعفراني. السكن؟ غرب المالكي شارع هارون الرشيد. العمر؟ 47 سنة سيدي. ايه يا طاهر، أنت متهم بالتقصير والتسيب والاستهتار بمصالح الناس ومتطلبات الجماهير والتفريط بالثقة التي منحتك إياها القيادة، مما يجعلك غير كفء لتسلم المنصب الذي أنت فيه كرئيس مجمع للبلديات. وخلال تسلمك لهذا المنصب وردت إلينا عشرات المظالم والشكاوى، ورفعت عليك عشرات القضايا والدعاوى، كلها تؤكد على أنك مسؤول فاشل وإداري منحوس لا هم له إلا أن يقبض رواتبه وتعويضاته وحوافزه وأذون سفره ومهماته، ضاربا عرض الحائط بأمان الناس، صاما أذنيك عن همساتهم، صرخاتهم، شكواهم، نجواهم، شجونهم، شؤونهم. فهل تظن يا طاهر أن منصبك هذا تشريف لشخصك؟ أم أنه وسيلة لخدمة المواطنين؟ وهل غاب عن ذهنك أنك في منصبك هذا مهما على عبارة عن خادم متواضع لمصالح الوطن والمواطنين؟ بابك دائما مغلق في وجوه المراجعين كما يتضح لي من التحقيقات وأقوال الشهود والوقائع. الضوء الأحمر فوق مكتبك منار باستمرار، وأنت تعقد الاجتماع تلو الاجتماع. فما فائدة هذه الاجتماعات إن لم تكن مسخرة لخدمة الناس؟ بالإضافة لذلك، لم يرك أحد على وجه الإطلاق تقوم بزيارة واحدة لبلدية واحدة من بلدياتك، وهي كثيرة. لم يرك أحد مطلقا في جولة ميدانية تحتك فيها بالناس وتستمع لمطالبهم. ثم إنك تلتمس الراحة في مكتبك، تلتذ بدفء الشوفاه شتاء وتنعم ببرودة الكونديشن الناعم صيفا. أما معاونوك فبليدو الحس والإحساس، والسكرتيرات مائعات غنيجات مدللات، والكل يقوم بما توصيهم به من صرف الناس عن بابك بغلظة وفظاظة ومماطلتهم في أمورهم مماطلة سقيمة. وإنك كما وردنا هنا جعلت مكتبك في الطابق الأول، فسيحا مريحا مؤثثا بأفخر أنواع الأخشاب والموبيليا،
مضاء بأجود أصناف السبوتات مزينا باللوحات الزيتية والنباتات النضرة. أما المكاتب التي لها صلة مباشرة بمصالح المواطنين والمراجعين فقد جعلتها في الطابق الثامن حرصا منك على إغاظة المواطنين وملء قلوبهم بالحقد على مسؤولي الدولة، غير عابئ باعتراضاتهم، غير مكترث بمريضهم أو كبيرهم أو عاجزهم. بالإضافة لهذا فقد أصدرت أمرك بإقفال الأسانسيرات وتعليق لوحة معطل على كل أسانسير، والأدهى من ذلك أن موظفينك أنفسهم يعانون من الحر اللاهب في مكاتبهم، ولا كونديشن هناك ولا ما يحزنون، فعلام هذا؟ وهل أنت ابن الأكرمين العليين والمراجعون أولاد المنبوذين والمجذومين والجربانين يا طاهر؟ على كل حال ما هذه إلا مقدمة لم تترك لي فيها مجالا لأمدحك، وكان لزاما علي أن أذمك وأقدحك. أما المجريات والوقائع المحسوسة فهي كالتالي: يقول الشاكون والمشتكون، ملأت شوارعنا الحفر وانعطبت سياراتنا، وإذا ما أنزل الله المطر طافت سياقاتنا، ثم إن الريجارات مكشوفة متوضعة في منتصف الشوارع، والمطبات غير المدروسة تفاجئ السائقين، الأرصفة عالية، أعمدة الكهرباء مطفأة، النيونات محروقة، خطط تعريض الطرقات ارتجالية، يعني طريق المصايف ما بيحلالكم تعرضوه وتحفروه وتنبتوه إلا بأول الصيف عند قدوم السياح، والألعن من هالشي كله أنت تارك شوارع البلد بدون تسفيت يا أخي. أعليم الله صارت شوارع مدينتنا مثل الضيع بأيام الأربعينات والخمسينات، ويمكن كانت وقتها أحسن. وبصراحة ما عم تفرق معك لا شارع رئيسي ولا فرعي ولا أوتوستراد ولا محلق ولا معلق، كل محفر شر تحفير. فليش ما عم تزفت الطرقات يا طاهر؟ ليش هيك عم تعمل؟ حتى أنه في وزير مهم شوي طلب منك تزفت له شارع بيت حماه ما رديت عليه، فليش هيك عم تعمل؟ جاوب يا طاهر. سيدي المحقق، أنا قدام بلاغتكم وفصاحتكم ما بطلع نقطة ببحركم، بس يلي بدي أقوله يا سيدي هو التالي: بجوز كون أنا مخطئ من حيث التعالي على البشر وسلوكي الوظيفي الشاذ، وأنا بعتذر على اللي بدر مني، وبعتبر سيدي مقدمتكم الكريمة فرك لأدني، وإن شاء الله إن شاء الله إذا طلعت براءة ما تكون إلا عند حسن ظنكم، ورح أتجنب كل الارتكابات يلي وردت بمقدمتكم. أما فيما يتعلق بالوقائع يلي بتمس طبيعة عملي سيدي، فأنا لما اختاروني حتى أستلم منصب رئيس مجمع البلديات كان شرطي الوحيد عليهم يا سيدي إنه يعطوني صلاحية غير محدودة وميزانية مفتوحة ودعم سلطوي ومعنوي حتى أقدر أخدم هالبلد. وللصدق والصراحة يا سيدي الجماعة جاوبوني بالإيجاب وأكدوا لي إنه طلباتي كلها رح تتأمن، ووعدوني بالتلبية الفورية والخير العميم. بس اللي صار يا سيدي إني بعد ما استلمت البلديات طالبت ببعض التجهيزات والمعدات والآليات، وصرت ابعت للمسؤولين اللي هن اكبر مني الكتاب ورا الكتاب والفاكس ورا الفاكس، لدرجة صرت اتوسل إلهم توسل، بس للأسف ما كان حدا يرد علي وما كان يوصلني جواب. وبالمقابل سيدي صاروا المواطنين يلحوا بطلباتهم ويحاصروني، والحق معهم سيدي، ها، لانه صاحب الحاجة ارعن، وأنا احترت كيف بدي أخدم هالبلد. بتصدقوا يا سيدي إنه بكل بلدياتنا ما في غير ثلاثة كتربلة وفراستين زفت والباقي كله معطل، وما عم يسمحوا لنا بالسيرات سيدي، السيرات قطع الغيار يعني. قسما بالله يا سيدي وما إلكن علي يمين تحلفوني، لما بشوف الطرقات محفرة عم يحترق قلبي من جوا، وعم حس بغصة بحلقي ولايب معدتي من منظر طرقاتنا قدام الأجانب. بتعرفوا سيدي إنه ما في خطاط الطريق، وإنه نص الناس اللي عم بتموت على طريق السفر بسبب عدم وجود الخطوط الفوسفورية يلي بتدل على الطريق بالليل؟ بتصدق هالشي سيدي ولا ما بتصدق؟
بصدق، والله العظيم بصدق. ما أخذوني بحلمكم وعطفكم وعدالتكم يا سيدي، ولا تحكموا علي حكم ظالم، لأنه أنا بالنهاية مجرد مسؤول فافوش. فبترجاكم يا سيدي لا تلبسوني الطربوش. يعطيك العافية، ماشي الحال. حسيب، الله يحن عليك، لا تخلي ضرر الناس يتحقق عن طريقك. رح ابعث للمحكمة اقتراحي ببراءتك وإخلاء طرفك من المسؤولية، وذلك تقديرا للظروف المحيطة بك ولحسن نواياك. الله معك. شكرا سيدي. صدقيني يا رباب، أنا بعمري ما تدخلت بشغل جوزي حسيب، يعني ما صدفت ولا مرة. والله ما بعرف شو بدي لك يا لميس، بس انت بتعرفي هالشغله مو سهله بنوب، فيها قطع رقبه وسجن وبهدله. ليش امتى محاكمه جوزك؟ بعد ما يتحقق معه. بقى بترجاكي يا لميس، اذا الي عندك خاطر تحكي لي مع حسيب بك مشان يلتمسه بالتحقيق. مو قصه انه يلتمسه بالتحقيق، القصه انه حسيب ما بيرضى ولا بشكل حدا يحاكيه بموضوع حساس مثل هذا. بعدين لا تنسي انه حسيب حلف يمين بالنزاهه قدام الجهات العليا. طيب انا شو بدي ساوي؟ قولي لي انصحيني، يعني جوزي وابو اولادي، معقول اتركه مرمي بالسجن وانا قاعده بين اربع حيطان؟ وشو تهمت جوزك؟ جوزي منيف مثل ما بتعرفي، مدير السيوله والنقد العام، وتهمينه بالاختلاس. عفوا الرباب، انا ما بقدر افتح معه هيك موضوع بنوب، اعوذ بالله شو افتح معه هيك موضوع؟ والله جوزي بيطلقني وبيحسب الله ما خلقني. تشربي قهوه؟ لا ما بدي اشرب قهوه، اشربيها لحالك. الاسم الكامل؟ منيفة بن سهيل نط الحيط. أمك؟ سلمة بن صالح مزربان. سكن؟ شارع أبو رماني، جادة السفارة. العمر؟ 54 سنة. يا منيف، أنت متهم بالاختلاس وسوء الائتمان وفق الواقعة التالية: منيف نط الحيط، مدير السيولة والنقد العام، اختلس من المال العام الموجود في مصرف الدولة مبلغاً وقدره 25 مليون ليرة. فما هو تعليقك وأنت الأمين المؤتمن على المصرف الرئيسي للبلد الذي هو يعتبر بيت مال المواطنين والرعاية؟ وكيف تسور لك نفسك الأمارة بالسوء أن تطال نقوداً هي في المحصلة نقود الشعب؟ ما بتخاف الله أنت بعملتك هاي؟ جاوبني لشوف. سيدي، بليلة ما فيها ضوء قمر، غمضت عين فتحت عين، لقيت حالي مدير السيولة والنقد العام بالبلد، والأموال اللي تحت أمري كتيرة تعادل الملايين والمليارات. بصراحة أنا لما تعينت كنت فقير عدمان، كان علي يدين لبيت حماي 40,000 ليرة. فلما شفت النعيم اللي حواليه ضعفت نفسي وشطت ريالتي، خاصة اني كنت شوف الناس يلي ما بتشتريها بقشرة بصلي عم تسحب الملايين بالشناتي وعم تحملها بالزوزوكي. فشفقت على حالي، قلت يا ولد انت المتعلم المثقف الدارس تبع الراتب اللي عم تعطيك اياه الدولة، والجاهل المزري يقش بالملايين. صعبت علي نفسي كتير، صرت مد ايدي للخزينة واسحب منها. والنكتة اني كنت اقول يا ليت يغيروني قبل ما جن وعمل لي شي عملي، بس ما في حدا لحدا وما كانوا يغيروني. كنت اقول يا ليت يعملوا حملات تفتيش ويدقوا حتى خاف وحسب حساب، بس ما كان حدا يدق ولا يفتش، وكأنه ناطيني حتى اوع، لانه المسؤولين اذكياء يا سيدي، وغالبا هيك بيعملوا، بمدوا لضعفاء النفوس اللي مثلي وبيخلوهم يسرقوا ويعملوا حالهم مو دريانين هيك لحتى يكشفوهم بالجرم الاكبر. المهم شو بدي ساوي؟ ما لقيت حالي إلا وأنا عم بنسى للوسواس الخناس وعم بسرق وحط مصاري دولي، وأنا عم بقول لحالي ما في حدا أحسن من حدا، الكل عم بسرق وما حدا عم ينكشف، وكل شيء حتى أمي اللقمة لعيالي واسترهم بعد ما ماتي حتى يترحموا علي. بس هلا يا سيدي أنا جمعت المبلغ كله يلي اختلسته ورجعته كامل غير منقوص لخزينة الدولة على دوز بارة، بتوسل إليك
اللي تعلمت من كيسي وعرفت انه المال الحرام بيروح مثل ما بيجي، واستغفر الله رب العالمين. اسمعنا اخوالك يا منيف، اقتراح الحكم. حسيب الله يحن عليك، لا تخلي ضرر الناس يتحقق عن طريقك. نظرا للظروف المخففة ولاستعادة المال المسروق وعدم السوابق ونبل الغاية المختلس من أجلها، راح اقترح لك الحكم بالبراءة والإعفاء من المنصب. انتهى. شكرا يا سيدي، الله يكتر من أمثالكم يا سيدي. شكرا يا سيدي، شكرا. يعني اقترحت لنا البراءة لمنيف؟ ايه والله يا لميس، لانه طلع بريء الزلمة. يا عيني عليك يا حسيب، هلأ بقدر حمل الرباب مني الى اول ما لآخر. شلون يعني؟ يعني رح قلا اني حكيت معك حتى تساعد جوزة وتبري، وهي الحمد لله مشي الحال. لا لا اوعك شو هاد، انا ما اقترحت البراءة للزلمة مشان تنسري انت وياها. لكان شو؟ خلاص لميس خلاص، هيك كانت قناعتي. رحمة الله عليك يا امي. يلا انا فايت نام، عاد شغل كتير بكره. تصبحي على خير. وانت من اهله. الاسم الكامل؟ ساطع بدر نجمي. العمل؟ مستشار تعيينات الاول. قديش صار لك بمنصبك انت؟ 20 سنة سيدي. شوف يا ساطع، انت احد المسؤولين الكبار بالوطن العربي عن تعيين المدراء العامين والموظفين الكبار بالدولة، سواء بالمؤسسات العامة أو الوزارات الرسمية، وبالتالي ترشيح الأسماء لاعتمادها وتسليمها فعاليات مختلفة في الوطن العربي. مزبوط ولا لا؟ نعم سيدي مزبوط. ولحسن حظك أنت شخصيا ما عليك ممسك واحد، لا من حيث الأمانة ولا من حيث الاستقامة ولا من حيث السلوك الوظيفي، وبالتالي ما عندك مخالفة واحدة بإدبارتك، وأرشيفك ناصع أبيض لا تشوبه شائبة، وتاريخك المهني نظيف وصيتك عطر، والرضا عنك بالأوساط العربية جميعا محقق. لكان ليش موافيني سيدي؟ يا ساطع أنا شخصيا عندي شك فيك، شك قاتل، شك دابحني دبح، وصلاحياتي كقاضي التحقيقات الأول بتخولني إني وقفك ولو لمجرد شك. عفوا سيدي، الشك بإيش؟ افهم علي واستوعبني منيح، الله يرضى عليك، ولا تخلينا نتعب مع بعضنا بيكون أفضل. العفو سيدي، بس أنا ما فهمت عليك، ليش؟ أنا ملاحظ من زمان، يعني من وقت ما استلمت منصبك من 20 سنة كمستشار للتعيينات الأول بالوطن العربي، ملاحظ أنه كل المؤسسات المختلفة على تنوع مهامها ويلي أنت عينت مدراءها العامين خسراني وعدماني وكل مالها لورا، مما جعل وضعنا الاقتصادي والثقافي والحضاري والسياسي والإعلامي يتردى ويتراجع ويدب الفساد بالبلد. إيه بس أنا يا سيدي. لا تقاطع يا ساطع. أمرك سيدي. شوف، أنت صار لك 20 سنة عم تعين هالناس بمرافق الدولة، مزبوط ولا لا؟ مزبوط سيدي. بقى إيدي على رأسك، جاوبني على سؤال واحد بس، وعليك الأمان والاطمئنان، وبحلف لك بالله عز وجل وبالمصحف الشريف وبكل ما هو مقدس إني رح أطلق سراحك فورا دون مساءلة، وما رح يطلع هالكلام يلي رح تقلي إياه برات المكتب. منيح هيك؟ شو هو السؤال؟ بتجاوبني بشفافية؟ بجاوبك ما دامك وعدت إنك تخلي طرفي من المسؤولية، بس يا ريت تأمر بإخلاء المكتب لو سمحت. ولك يخرب بيت قلبك، المكتب ما في حدا. ولو يا سيدي، في العنصر. ايه ساطع، جاوبني لشوف، ليش الفساد عم يدب بمفاصل الدول العربية؟ يا سيدي الفساد صار ظاهرة عالمية، مو بس عنا، يعني خذ مثلا امريكا. لا اخي جاوبني على سؤالي وصلى الله بارك، شو بدنا بغيرنا؟ أنا حاسس أنه إلك دور مهم وكبير بوصول أوطاننا لهذا الوضع الطارئ ووقوفها على شفير الهاوية، فشو هو دورك بالضبط؟ يا سيدي ببساطة، أنا عم أعين الرجل غير المناسب بالمكان المناسب، هاي هي كل القصة. ها هلأ طمنت لي قلبي ووصلني حقي ولقيت جواب سؤالي.
وعلى ما أعتقد القانون ما بينص على فرض عقوبة لواقعة مماثلة، ولهالسبب رح أأمر بإطلاق سراحك فورا وبالبراءة قطعا. الله لا يعطيك عافية يا حسيب على هالحكم، ولك هذا الشخص هو اللي لازم تقترح له الإعدام يا عديم الفهم. يمكن زعلت مني أمي مو هيك؟ سبتني لأنه ما لا بالعاده.